صباح الخير. قولي ميرا ميرا ميرا. هي قد قلت شويه دوك راتي يبنيو الفوق تدعون على الصباح. صوبي يلا ماما هي ما كاينش برد بزاف. صباح الخير صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ كنتم تكونوا بخير. هما القياط ديال ديك النهار باقيين هنا، ما عرفتش كتبان لكم شفتهم ما عرفتش غيجمعوهم لا لا. المهم اليوم اثنين، باقي ما هضرتش معكم، باقي ما صبحتش عليكم. كي صبحتوا باش كتعاودوا باش بديتوا صباحكم. انا باديه بحال ديما وصافي. كاين اليوم البرد، ملي كتمشي البرد ماشي البرد، ملي كتمشي بزاف كيجيك الصهد الروينه. المهم انا متوجهه للقسم. مهم بنات، سجلت لكم يوم ستوريات في الانستغرام وخليتهم لكم. والله كان بنسجل لكم تجي حتى كنحجم وكنحط الكاميرا صافي. مهم قلت لكم كنسجل لكم في ستوريات، قلت لكم نحاولوا نبداو نهارنا بابتسامه لانه شي حاجه زوينه صراحه اللي تعلمناها ونعلموها لوليداتنا. إيه هذا كنتو كتشوفوا في هذا الستوري في الصباح ولا في هذا الفيديو، نبداو نهاركم ابتسامه باش يدوز النهار زوين. حدا انا شان تضربني شي طوموبيل نصدقوا الابتسامه لا تغبيتها. المهم بغيت نقول لكم هاد الربع ايام اللي ما قريتش ما سجلت لكم، يعني هي صراحه دوزتها في الدار جميع نورغانيز راسي الخدمه، لهذا ما سجلت والو. وعطيتها الماسكات صراحه كما كتشوفوا هذه واحد البونوار. نعاود لكم قصه حياتي حتى ديال وجهي. كان عندي واحد البونوار بقيت كنبغي نحيدها، صدقت قال لك بغيت نصاوبها نعورها، صدقت كتبان كبر شفتوا جرحت وجهي. لهذا صراحه بالنسبه للحبوب تحس ليا درت بزاف ديال لي ماسك، ماشي زعما بزاف، واحد في النهار في هاد ربع ايام. وان شاء الله غنشارك معكم هاد لي ماسك ان شاء الله، غندير لكم فيديو واحد. هادو بربعه كندير ملي كوجهي كيولي حالته وصافي. واعده بقا نتهلا في البشره ديالي لاني كندير كريم اساس، يعني غنبقى نتهلا فيها اكثر واكثر حتى ان شاء الله ملي تولي مزيان وحيدوا لي ليطاج وديك الساعه نقطع الكريم الاساس. وعد وعد، وانتم غتشوفوا كلشي بروسيسو معايا. يعني ان شاء الله دابا غنحاول فين ما مشيت للدار ندير شي حاجه لوجهي، ماسك ونغسلو مزيان وندير كوماج باش نحيد كاع هذاك الكريم اساس من الداخل ديال البشره ديالي. صافي بنات فين ندخل للقسم سي اي بنات. المهم انا يلا خرجت من القريطه نضحك لحقاش انا بغيت نتعلى راكم عارفين وما بغيتش نتعلى وكتغوت. المهم شريت خبز لقيتو عند تشينوس رطيت طبو زوين صافي. يعني من بعد ما نخرج وفرحانه بزاف الصراحه لحقاش وجهي واخيرا تحسن ليا شويه صراحه الحمد لله. ملي قالت لي هذيك البنت نيت في الانستغرام على الحبوب قالت لي بانك عوضت مال وجهك كلها هكا، انا صراحه ماشي خديتها بطريقه خايبه سينو بالعكس، وقلت نيت بالصحه عوضت في وجهك كلها حالته تهلاي فيه والحمد لله لاحظت الفرق. مامو يخا هنا لا دابا غنمشيو للستاسيون، باقا لنا تقريبا 40 دقيقه الشتا كتصبع والثاني ما جبناش الحمد لله الان انا هي انا باقي كاع ما شريتها البنات ان شاء الله نشوف الا نمشي نجيب دانيه مع الخمسه نشريها وصافي. نوريكم شنو لبست لي، لبست هاد السبرديله هزيت هاد الصاك وهذا شحال زوين سخيخان صافي درت زيت كري وراني بديت كنفزق بالماء ولكن ماشي مشكل صافي. نو باكي باكي كي منسيونار ايزو باكي با بروموسيون مينا التشينو البنات كيتباع هذا بحال ولو 20 ورو 20 قالت لك ديري اليوم بروموسيون. بوينو يا عرفتي البنات كي البرد 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 واحد البرد اشي ما شوف كتبان لكم في يدي جمدات ليا. دابا ملي كتحركي شويه كتحسي بالصهد، وملي كتمشي بشويه ولا كتخرجي مثلا من القسم من برا البرد لحقاش. دابا اي بلاصه هنا سخونه بالنسبه للبنات اللي عايشين في اسبانيا مثلا في المغرب كلشي كيبقى هو هذاك، ولكن هنا في الصيف كتكون المهم نهضرو على البرد. ملي كتدخلي شي بلاصه مسدوده الصهد سخونه مسخنينها، تخرجي لبرا البرد، يعني هذا هو المرض براسو. هي مزيانه وخايبه في نفس الوقت لحقاش شي مرات كيسخنوا بزاف. مثلا دابا القسم صراحه ما كانش سخون بزاف، ولكن ملي كتخرجي كتحسي بواحد البرد قارص جدا.
صافي بنت نمشي لا نقطع البيه لحقاش فاش كتجي ما قطعتش كان خاسر هذاك الماكينات ما عندنا غير الماكينات تما فين ساكنه مشي قطع البيه خليك ساعه بقاي شوفي نهضر معاكم سي بلا بلا بنات صافي غادي للدار شوف عيني بقات كيبانوا بالنظر المهم علاش ما سجلت لكم والو تلاقيت مع واحد صاحبتي شحال ما شفتها هي وبنيتها فانا كنهضروا كنضحكوا مجمعين حتى وصلت كاع ما حسيت بالتراني نتا جاي نتا مشى المهم راكم عارفين كتلاقى مع شي صاحبتكم قديمه صافي دابا انا كنجري شوفوا كيف زكتو لي قولوا لي صافي هاد العشيه سين فالطه خصني نشري المظله كيزينوا شي نهار غنوصل للدار فاز قبل ما المهم كتشوفوني دايره هنا كنبقى الزيف كيطلع لي شويه كنبقى غدا معاه البال فيا هاد البليه يلا نخليكم قبل ما نضربها ثاني في زلقه هاد النهار كنمشي عمل البلايص اللي ناشفين وسبحان الله نهار كنلبس هاد السبرديله نهار كتصب الشتا ما عرفتش علاش من عند الله الله يسلم السلام عليكم تنسقوا من بعد بنات لقيتوني انا دابا غادي نجيب دانيا كنت باغا ندير لكم كيفاش تقداو ونشين ولكن ما نقدرش نسجل لكم اليوم كندير هاد البلوك يعني اليوم غنسالي هنا تنزيد عليه غدا وغدا الا بقى لي شويه الوقت منين نرجع نوريكم كيفاش تقداو ونشين ان شاء الله يلا نمشي نجيب دانيا لي دني كتعجبها تقد نقص فوق الماء قولي سلام بنات فامو كارينيا فامو يلا اجي اي صافي بنات في جيب دانيا كنت باغا ندير لكم اليوم كيفاش تشريو منشين بحق ما يعطينيش الوقت ان شاء الله حتى الغدا باش نجيب دانيا وكتبكي بغات راكم عارفين الحلوه وداك تخربق باش تشريو منها حقاش هاد اليومين كلات بزاف السقاطه نشوف شنو رسمات اليوم دانيا او كيتشولو ياك قلت لها جبداني معايا مبغاتش مقلقه مني وكنتسنى هاد المحل اللي كيبان لكم هنا يفتح باش نشري من عندهم مظله عندهم كاليتي شويه مزيانه نشوفش عندهم شي حاجه تكون ثمن وكاليتي ماسو ماينوس مع بعضياتهم زوينين ماشي تكون كاليتي مزيانه والثمن غالي بزاف سينو تكون هكا هكا وصافي انا شفت شي حاجه راه غنوريها لكم دنيا تجي تقولي بنات السلام لا مبغاتش مقلقه مني مختيم شو مامي هيا وا سي سي ميلا هوا سي هوا هوا شي البنات كنشوفو مظلات غاليين 30 يورو هذا بنات يلاه خرجت عرفتي لقيت كلشي غالي كلشي غالي وداك اللي عجبوني دايرين واحد مناسب ما كاينش الوان اللي بغيت داكشي كيبان لكم الاورغانيزا واحد السيد مسكين مات وهما كيديروا بحال هكا يعني موسيقى بنات انا دخلت هنايا ميركادو بغيت نهز زيت شجره شي على حساب الحبوب وانا غنوريه لكم فين كاين حيت كتسولوني بزاف ودير 3 اورو 50 ها هو الشلله حتى ما ديال بالنسبه لزيت شجره شي تلقاو فهاد البلاصه فين كيكون القطن فين كيكون الكول بيتادين فين كيكون ديال الودنين كلكم غتعرفوا فين كاين هاد البلاصه هادي في اي ميركادو انا قلبوا على هاد البلاصه غتلقاو زيت شجره شي ها الباكيت ديال الكنتين بنات شوفوا الجديد ديال ميركادونا عند فالدوس كيحمقو اللوينات ديالهم هادو فيهم جوج صباغات اللي بتعطيهم كادو هاد الريحة بهاد اللون زويون هاد اللون شيك نيت كما كيقولو شوفو هذا واو كيحمق رانا نافيداد ميرا ميرا هي هو بليكدوي ميرا سي سونو تاكو Mira, esto es por ejemplo para fiestas. Sí, pero quería mucho purpurina, a mí no me gusta. Sí, esto para el medio del ojo y todo ese rollo. Yo que no me gusta este, pero este viene en pack, viene aquí. Por lo cual, a ver si lo ponen aparte, porque yo no voy a comprarme el pack. No me sirve para nada. Y esto es eyeliner, ¿no? Sí, creo que sí. Máscara 37 euros. ¿Qué coño? Eyeliner, mira. Sí. Lo que viene a decir es que me dije que. Hadi, dije que. El hashtag me ديك الساعة نقول لكم شنو جاتني كيف جاتني زعما المهم بنات لقيتوني يلاه تكيت واحد شويه ما نعسش ما دانيش نعاس بقيت متكي واحد شويه نرتاح بقيت كنتفرج واحد شويه في المسلسل اللي كنت شاركت معكم ديال لا تتركي هادي ما عرفتش بان لكم شويه عيني ملونين بكيت واحد اللقطه المهم انا بكايه شويه في هاد الحاجات لهذا ما ديرش عليا وحيت النظر لان نجل هاد البيت هذا البنات كاينه اضاءه شويه ثقيله واش بيت الاخر في الصالون خيب من هنا لهذا جيت لهنا وشعلت شويه الاضاءه مش عادش مش ضعيف شويه باش ما نبانش لكم الظلمه وداكشي كيبان بين لكم الظلم او بغيت نوريكم شنو خديت من ميركادو انا عارفه تعجبكم بحال الحاجات خديت البنات هاد جلدوش هذا بحق لينا على حساب اليدين كنعمرو به هذيك ديال اليدين وحيت النظر باش ما نزعجكمش لان هذا كيبان في النظر وكوين
كيجي مزعج مزعج ليكم نتوما. قلت لكم البنات هذا يمكن ندير اورو شي حاجه، راه معروف المره اللي فاتت كنا خديناه بالموف، ما عرفتش كنشوفوا هنا الكاميرا ها. المهم كناخذو بالموف، هذه المره خديته بالزرق نجربوا الريحه ديالو زعما واش عجبنا من ناحيه اليدين. اما ريحته صراحه زوينه فريش، كتجيني ريحته كتشبه لي بارفان ديال الرجال، واحد بحال هذاك بوس بلو يمكن الا كنسميتها بحال هكا، هو بوس بلو يمكن بحال هذيك الريحه. لهذا كما قلت لكم هذا كنستعملوه لليدين، لان كيجيني صراحه بالنسبه للجسم غير مرطب، يعني الجسم وداك الشيء كينشف، لهذا اليدين زوين بزاف. خديت لدانيا بيتي سويت، هاد اليوم ما تبقاش كناخذو ليها لانها كيعجبها اكثر داناب، كنشوفها يعني كتشرب داناب، كتفضل داناب على بيتي سويت، لهذا كناخذ لها داناب. وهاد اليوم ما كتقول لي مرام مامي دانون، لهذا خديت لها البيتي سويت الا تبغيه تلقاه عندها البيتي سويت ولا البوتي سويت ولا عرفت سميتو. المهم هنا كيقول لي بحال هكا. وخدينا ليها هاد خديت ليها، وليت كنقول خدينا لها معاك اكثر، كنمشيو نديرو شوبينغ، كنمشيو نتقداو انا وراجلي ميركادونا كندير التقدي ديال الشهر، ولكن هاد المره خصو شي حاجات لي سالاو لحقاش هاد المره ما درناش التقدي ديال الشهر، كنبقات بحال اللي قلتو تقدي على التقدي، لان درجة انا في الشهر ما خصناش يعني حاجات لي نمشيو نديرو عليهم التقديه كاع ديال الشهر، كان كلشي باقي. لهذا هاد المره خصها تشحم حاجه، لهذا مشيت نتقداها مغيره بشكل جايه وصافي، منين جيت من المدرسه كم شفتوني وصافي خديت لها هاد الحلوه هادي، كناخذ لها ديما للمدرسه، كندير لها مرمره هاديه اللي زوينه، كاتبين هنا بعدا بانها فيها 20% ديال الحليب، ما فيهاش الملونات ولا سين كولورانتيس. المهم مرمره اللهم هادو شي حاجه اخرى، كندير لها مره ومره في الالمواسو. خديت كما قلت لكم قهوه تاهي سالت ليا، كناخذ معها هاد العاديه. خديت لدانيا عاوتاني هاد السيرياليس هادو، باش ناخذ لها المره ديال الشوكولات، خديت لها غير هادو، قالت لي انا بان بانهم زوينين، كنت غناخذ وحدين اخرين كيجيو مدورين، وقالت لي بانهم ما فيهمش الحلاوه ديال العسل بزاف هادو سي، لهذا خديت ليها هذا تجربو نشوف شي عجبها، حقاش نورمالمون كناخذ ديال الشوكولات، وقلت صافي نجرب ليها هذا، كيبان لي هذا صحي اكثر من ديال الشوكولات، وكما كتشوفوا فيه 8 فيتامينات والحديد، هذاك تاع علاش لا نجربو نشوف واش بغيت تفطر به الصباح. وبالنسبه الحاجات اللي ماشي ديال الاكل، خديت البنات هاد الزيت شجر الشير انا وريته لكم، انا نوري لكم عاوتاني هنا، كتبغوا ديروا ليه سكرين شوت باش يبان لكم هاد الاضاءه زينه وزوينه وخايبه، المهم انا وريته لكم في المحل بان لكم حسن. خديت لدانيا هذا، نورمالمون كنت نغسل لدانيا شامبو راسها بواحد شامبو نفس هاد لا مارك هادي ديال ميركادونا، كتكون غلاقته حمراء، ولحق داوت كنغسلها بشامبو اخر، وهذا خديت ليها غير الكريمه سوافي سانتي، لحقاش شي مرات البنات شعرها كيتشاكك منين كنبغي نغسل ليها شعرها كينوحل كينوحل، لهذا خديت ليها هذا غير باش نبقى نديرو ليها غير الفلي بوان ديال الشعر، ومشت لها به شعرها ونشللو باش ما نقصحهاش فمنين نبغي نسرح لها شعرها، زعما ما يكون نغسل ليها شعرها، ويمكن لها دير اورو 50 ولا ما نعرف صراحه مكتوب كيتخبل، وكنبغي نسرحو حسن هذا باش ما نقصحهاش، لهذا خديتو ليها. بالنسبه الصراحه ريحه كاع ما شميتو ريحته زوينه، باش ما يديش يعني صراحه بغيتو غير باش ما نسرح لها الشعر وما نقصحهاش وصافي. وكما شفتو وريتكم خديت هاد لاباليت هادي في الاخر هزيتها، او ماي جاد مع هذا الضوء هادي شفتوها، خديت انا هادي هما اللون اللي فيها، نوري عليكم هنا قرب بصراحه متوقع ندير بها شي مكياج، ولكن هذه المناسبات انا ما كيجيب لها مري بعدا باش تعرفوا، وشوفوا على الوان البنات كيحمقوا ان شاء الله، اكيد بغيت ان شاء الله دابا وليت كان غنرجع ان شاء الله لهادشي ديال المكياج، زعما نهضر لكم كثر على هادشي، ولكن باقي ما لقيتش الوقت المناسب ما عرفتش علاش، ان شاء الله بغيت ندير لكم فيديوز في الانستغرام داكشي اللي كنعرف انا، بغيت نجرب مثلا كريمات الاساس البنات بحال هكا نديروها، مثلا نجرب شي كريم، عندي بزاف ديال كريمات الاساس كنشريهم غير باش نجربهم ونقول لكم رايي، وفي الاخير كيبقاو تما كنبقى نستعمل اللي كنستعمل ديما وكنخلي هذوك تما. لهذا قررت يمكن غنبقى ندير واحد الفقره في القناه ديالي ان شاء الله، يمكن كنفكر شحال هادي عندي الفكره، ولكن كيبان لي غادي وليت كنفكر نطبقها، هو انني ندير سميتو، هو انني ندير مثلا نشد واحد الكريم اساس من واحد ماركه معينه رخيصه ولا غاليه، نديرو ليها تيست جميع، يعني نديرها في الصباح قدامكم نخرج ونسجل لكم مثلا كل ساعتين كل 3 سوايع كل 4 سوايع حتى يدوز النهار، وديك الساعه غتشوفوها في البدايه وغتشوفوها في الفيلان ديال النهار، وديك الساعه غادي نهضر لكم انا على وجهه نظري، حيت نتوما راكم تشوفوا كي كانت في الصباح وكي ولات في العشيه، يعني واش تمسحات من هنا، واش مثلا تقشطرات من هنا، واش مشات من الوجه شويه بشويه، ولا مثلا شي بلايص مشى بشي بلايص بقى، واش بقات في بلاصتها، واش جات معايا كبشره دهنيه ولا لا. المهم نجربوها
وديك الساعه نتوما كما قلت لكم تشوفوا كلشي بعينيكم وانا كنطيستيها النهار كامل. عجبتكم في هذه الفقره صراحه متشوقه نديرها لكم لانه بزاف البنات كتبغيو تشريو كريمات اساس وكتوحلوا، لهذا قلت علاش لا نجرب بعدا هادو اللي عندي هنايا اللي هما ماركات صراحه مزوينين، كاينين اللي رخاص وكاينين شويه غاليين، ديك الساعه كل واحد كيشوف داكشي اللي يسلكو. وصافي البنات كنضلوا نوريكم كلشي، غادي نمشي دابا نجيب دانيا نلبس الخرسي ديالي نصاوب الزيت ديالي لحقاش درتو دغيا دغيا باش نوريكم هادشي اللي خديت، سينو غتجي دانيا ما نوريكم والو. غنمشي نجيب دابا دانيا من المدرسه. يلا باي بنات، عمرو لكم البنوار ديالي كدير، شوفوا كيعجبكم هاد البنوار كيحمق كيعجبوني. خصنا هاد البرد ديالي بحال هكا، ملي كنوض الصباح ملي كنوض باش ندي دانيا المدرسه كندير بحال هكا كنلبسو وكنفوت بزز مني حتى تحل مني ديك العاده ديال الصباح. يلا نمشي نجيب دانيا بركه من الهبال. كتبكي اليوم؟ عجب بقيتي كتبكي اليوم؟ حشمات ما خلاكش غسلي يديك؟ نبص انا هذا مامي. يلا وري وري البنات شنو عندك، وري لهم بيبي شو داني اليوم، شادي المدرسة غيبات معاها اليوم بيرا بيرا مامي لينا راكيسي مقلقة دانيا. كوانتا كوانتا اونو؟ كوادرا؟ سينكو؟ ¿No quieres? ¡Ay! ¡Ahí! ¿Has visto tu bebé, Diego? ¿Cómo se llama? ¿Tu bebé? Sí. ¿Me lo enseñas? Sí. Daniela, ¿tú no tienes tu bebé, Diego? No. ¡Por favor! ¡Mala! ¡Daniela! ¿Qué te ha hecho hoy? ¿Qué te ha hecho? مكتي بوبي ما تصبح اول حاجه كتقول لك فين بوبي، فين بوبي ما حيتو من حداها كتقول لك فين. اول حاجه قالتها مني قولي بنات صباح الخير مسير ولا ولا ماما يلا راه تقلا الحمد لله وليت كنعيق واش راه تقلا ولا لا من التصوير. يلا نمشي كولي، يلا ماما كولي. يلا خرجنا اليوم هضرت معكم كاع باش عندنا امتحان صافي نهار عقب عندي امتحان كيكون طرعيه الزعاب. انا دابا رجعت للدار باش دابا اليوم نجي باش نطلع نطرق السوق ناخذ شي حاجه تخصني وصافي. باقي هاد الحبيبات كنضرب ضرب معاهم التحيه. اليوم البنات الجو زوين مكاينش البرد بزاف مكاينش السحر بزاف. المهم حيت الجاكيطه ديالي صافي وريتكم شنو لبستو، حطيت لكم التصويره في الانستغرام بنات متبعيني. بنات لقيتوني يلاه وصلت للدار، مشيت طرقت للسوق تقديت شويه الخضره. عندي واحد الطويجين صراحه توحش طويجين ميدياتي توحشت ديما كندير غير الماكله ديال ديباناج ديباناج. غادي ندير واحد الطويجين ونقص عليه طيب المهل ان شاء الله واخا نتغدى مع الطلو ولكن صراحه توحشتو. اش بغيت نقول لكم صراحه في هذا الفلوغ هذا كنت غنشارك معكم كيفاش تقداو ماشي، ولكن كما شفتوا هاد اليوم عندي امتحانات ما كانش عندي الوقت صراحه. يعني بغيت نوريكم كيفاش تقداو ماشي، خصني شويه الوقت باش نوري لكم. لهذا ان شاء الله كنوعدكم غنوعدكم باش نوفي. يعني لو وعد كنوها. لهذا ان شاء الله الفلوغ الماجيسي غادي ندير لكم فلوغ عادي بحال ديما وغادي ندخل لكم فيه كيفاش تشريو من ان شاء الله غنتفكر نكون سجل لكم بحال هكا وغنقول لكم كيفاش تشريو ان شاء الله باش منشين بالتفصيل الممل وصافي. يمكن غادي نسد الفلوغ هنايا لان صراحه كما قلت لكم بعد هاد اليومين هادي هاد 3 ايام هادي سجلت لكم من 2 3 ل 4 يوم الاربعاء يعني نص نهار غنسجل لكم حتى لدابا باش يلاه يكفاني الوقت ندير الطاجين ديالي نتغدى بغيت ندير واحد لاسيست اليوم شويه بكري بالعشيه بغيت نتبالها بالدار نجمعها وداكشي. يعني كل مره كنجمعها كل نهار شويه شويه ولكن مثلا وسط السيمانه كنجمعها مثلا الحوايج اورغانيزي كلشي باش ميجي عاوتاني فين يجي السبت والحد كتكون الدار شويه مجموعه يعني كنجمع واحد شويه كيبقى ليا نرتاح شويه في الفين دي سيمانا وصافي. البنات هادشي اللي كاين لهذا غنسد الفلوغ هنا وان شاء الله نتلاقاو في فلوغ ماجي. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هاد الايامات هادو اللي سجلت لكم. بوسه كبيره واي سؤال بتسولوني اي معلومه بغيتوها بالنسبه للبنات كتسولوني على القرايه تفكر دابا كتهون على القرايه فواحد الفلوغ ريحت هضرت معكم 10 دقائق على القرايه. قلت لكم بنات اللي جاوا من المغرب بنات اللي كاينين هنا بنات اللي ما عمرهم قراو كلشي جاوبتو
لهذا انا نقلب على هذا البلوغ نخلي لكم هنا سينو في الفلوقات الاخيره اللي مؤخرا راني هضرت لكم على القرايه بالتفصيل المميل داكشي اللي كنعرف اكيد. عندكم شي سؤال اخر ما قلتوش لكم ديك الساعه قولوه ليا وان شاء الله نجاوبكم في اللغات الماجيه. يلا باي باي عليكم. ها باي باي. يا ملي بديت تشاركوا ديروا لكم بحال كتبشتوا فينا رمول ديال الصباح. يلا بامو صافا نتعطلوا مي بوي اديوس بامو كم طالع الحوايج طالعين بصح كيقتل الكذب بغيتي سبورتاوي شوفي المريني هاني صافي عجبك راسك يا يلا يلا نمشي.